بيقولوا باريس عم بيروحوا الناس كل يوم خميس على السفارة السورية. صحيح. الفرقة الرابعة ومساعدتهم ميليشيات عندنا عبارة ما عن جيش. 50,000 سواسية. القائمة على العمل في تنظيم عن طريق هيئات يتم كل 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 ما هو اعتقال تصفية تصفية تصفية. مجلس الأمن في حال عدم اتفاقه في حال اتفاقه على أي قرار غير وقف القصف ومساعدة المدنيين يكون متفق على قرار ثاني اللي هو إبادة 250,000 شخص موجودين في حلب. وقف القتل وقف الإرهاب الذي يمارسه نظام الأسد وأخيرات يعني حلب تبات إبادة جماعية نفاذ مخزون الأدوية ومخزون الغذاء من المدينة نتيجة انعدام شبه كلي للدواء وقصف المشافي على الدونر اللي هن داعمين والمنظمات من خلال مشاريع